أقامت جمعية دار الكتاب المقدس بالتعاون مع مكتب التعليم المسيحي مسابقة في الكتاب المقدس، وقد شارك في المسابقة التي أقيمت في مدرسة راهبات الوردية مرج الحمام 200 طالب وطالبة من 18 مدرسة من المدارس الكاثوليكية في المملكة. وفي ختام المسابقة جرى حفل ختامي رعاه سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن، سلم خلاله الشهادات على الخريجين والجوائز للفائزين. احنا مبسوطين اليوم انه بعد 10 سنين للبايبل كويزنج وبعد انقطاع لثلاث سنين بالأسباب الكورونا، لكن رجعنا من جديد مع أحبتنا من الطلبة بالمدارس الكاثوليكية حتى نرجع بمسابقة بايبل كويزنج. واليوم مبسوطين إنه في عنا جيل فعلياً، نقدر نقول يعني اليوم المرحلة النهائية كانوا 250 طالب، لكن اللي طبقوا هذا البرنامج عبر يعني المدارس والمسابقات المحلية هم بمئات الطلاب حتى صفوا على 250 طالب، وهذا شيء بنفتخر فيه كدار كتاب مقدس، وبنفتخر بشركائنا بصراحة اللي من مكتب التعليم المسيحي، من المدارس البطركية، ومن المطرانية اللاتيني اللي سمحوا لنا بهاي الشراكة. واليوم بدي أتوجه كمان بالشكر الخاص لسيادة المطران جمال دعيبس، وشكر كمان للأب فراس نصروين مدير عام مدارس البطركية اللي شجعونا بشكل حتى شخصي بخلال تشجيعهم بأنه لازم نستمر بهاي المسابقة رغم الانقطاع اللي حصل بسبب الكورونا. بدي أتوجه كمان بالشكر للأهل، للطلبة، الأحبة اللي تابروا فعلياً. اليوم كنت بسمع شهادات من الأهل إنه مش بس الطلاب اللي استمتعوا بهذه المسابقة، لكن كمان أهاليهم شجعهم على قراءة الكتاب المقدس. بدي أتوجه بهاي الرسالة اليوم عبر نورسات كمان لكل أهالينا في بيوتنا إنه نرجع ونسترجع وجود كلمة الله في بيوتنا، نرجع نشاركها مع أطفالنا، نرجع نشاركها مع أولادنا. إذا في شيء حقيقي ممكن نستثمره في حياة أولادنا وحياة الجيل الجديد هو إنه نرجع ونحيي كلمة الله في قلوبهم، لأنه خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. إذا إحنا خايفين على أولادنا، خايفين على مستقبلهم، خايفين على حياتهم، أفضل شيء وأثمن شيء ممكن إنه نستثمره في حياة أولادنا هو كلمة الله. فاسمحوا لي عبر نورسات إنه أشجع كل العائلات إنها ترجع تمتلك مش بس الكتاب المقدس في بيوتها، لكن تفتح الكتاب المقدس تشاركه مع أطفالها وتشجعهم على إنهم يحفظوه ويفهموه ويعيشوه في حياتهم. هذا أفضل استثمار للمستقبل.